ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل مع أول فقرة لينا. كابتن فاطمة يوسف مدربة لياقة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفتينا، كل سنة طيبة. وحضرتك طيب وبخير وسعيدة. أنا بشكر أستاذة دينا على الفقرات الجديدة اللي عملتها لنا في البرنامج. بنرحب بيك يا أستاذة فاطمة. أهلا بيك يا دينا. وطبعا إحنا عندنا أسئلة كتير قوي قوي عايزين نسألك عليها، وحاجات كتير قوي عايزين نقولها لك النهاردة بخصوص طبعا الرياضة، وبخصوص كورونا، وبخصوص قعدتنا في البيت، وإن إحنا مش عارفين نلعب رياضة زي الأول، مش عارفين نروح نوادي، خايفين طبعا على الأولاد، مش عارفين ننزلهم زي الأول، مش عارفين نوديهم يلعبوا الرياضة اللي كانوا بيمارسوها زي الأول. فطبعا احنا عايزين حلول بقى لكل المشاكل دي. ويعني اول سؤال كنت عايزه اساله لك، الولاد دلوقتي اللي احنا خايفين ننزلهم من البيت، خايفين عليهم، مش عايزين ننزلهم نوادي زي الاول، وفي نفس الوقت طبعا مستواهم تراجع، عايزين نخليهم دايما فاكرين ان هم اتعلموه في الرياضه بتاعتهم وما ينسوهوش ابدا، نعمل ايه؟ اول حاجه كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، ومبسوطه جدا ان انا معاكم. انا كمان اكتر. ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. الله اكبر. وبالنسبه للرياضه هي حاجه مهمه للياقه بدنيه، وفي رمضان وقوه المناعه عند الاطفال عموما. الاطفال قاعدين في البيت في رمضان، هم بيمارسوا الرياضه عادي، والنوادي شغاله، يعني ما فيش انقطاع عن الرياضه دلوقتي، لا النوادي شغاله بصفه مستمره. كورونا اخذنا الاجراءات الاحترازيه كلها، في الفيس شيلد المطهر بقى حاجه اساسيه في الشنطه بتاعه الرياضه، بتاعه الادوات بتاعه الطفل او الشخص الكبير. الرياضه ما وقفتش، يعني شغالين عادي. بتزود المناعه، يعني هي الرياضه والكورونا بالعكس، يعني الرياضه بتزود المناعه، بمعنى انا بلعب رياضه بيبقى عندي المناعه اعلى، ما بيجيليش كورونا. لا طب ممكن احتمال ان يجي كورونا. هم خايفين على اولادهم، مش عايزين ينزلوهم، يعني اطفال مناعتها ضعيفه مثلا، اطفال مثلا عندها امراض سكر او امراض مناعيه، اللي خايفين على اولادهم مش قادرين ينزلوهم دلوقتي، هل ممكن في دلوقتي مثلا كلاسات رياضه اونلاين؟ هل في امكانيه ان هم مثلا يمارسوا الرياضه عن طريق الاونلاين؟ في كلاسات رياضه اونلاين، بس الافضل ان الطفل او الشخص ينزل يمارس الرياضه مع مدرب. وزير الشباب والرياضه في جائحه كورونا الاولى عمل فعلا تدريبات كلها اونلاين على مستوى الجمهوريه، وعمل مبادره تمرن في بيتك ونجحت جدا. انا مدربه كاراتيه، عن الكاراتيه بقى في اصلا بطولات دوليه اونلاين، بقى في دورات، يعني بطولات وفي دورات يعني محاضرين بيحضروا للمدربين، وبناخد شهادات دوليه اونلاين. فالرياضه ما وقفتش، الرياضه بتزود المناعه، بس بعدين دلوقتي احنا نزلنا، يعني الكلام ده كان في يعني ممارسه الرياضه ممكن تحمينا ضد كورونا؟ مش هتحمي ضد كورونا، بس هيبقى عندك مناعه عاليه. بمعنى ايه؟ انا ممكن يجي لك كورونا بس في عندك مضادات في جسمك من جوه تقدر ان هي تخليك تخف بسرعه. وهل فعلا الرياضه بتحافظ على الصحه النفسيه وسعاده الانسان؟ يعني هل فعلا الانسان لما بيلعب رياضه بيبقى سعيد؟ طبعا الرياضه بتدي طاقه ايجابيه للطفل. احنا عاوزين النهارده نتكلم اكتر على اطفالنا، لان هم اكتر حاجه دلوقتي قاعدين في البيت، عشان خاطر خلاص خدنا الاجازه ما بيتحركوش اصلا، ما بيتحركوش. في طاقه في البيت نفسها، الطاقه بقت طاقه سلبيه. ازاي نحول الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه؟ دي المفروض ان احنا كل اسره تكون حاجه اساسيه في حياتها الرياضه، يعني في الروتين اليومي بتاعك في رياضه. انا بلعب رياضه زي عندي اكل شرب صلاه، في رياضه، في جزء مخصص في اليوم للرياضه. بتساعدك على ان انت الطاقه السلبيه تروح وتبقى طاقه ايجابيه في الطفل وفي البيت في الاسره كلها. المفروض الام والاب هم قدوه لاطفالهم، فلما تلعب انت هتلعبي مع طفلك رياضه هتنميه وهيبقى طاقه ايجابيه. طب لو هل لو عندي طفل نحيف جدا مثلا، يعني انا بنتي نحيفه جدا، يعني هل لو عندي طفل نحيف جدا هل ممكن ان انا اساعده ان هو يعني يبقى جسمه احسن وجسمه يملى شويه بالرياضه؟ الرياضه ليها نواحي ايجابيه. اول حاجه هي بتزود النشاط والحركه عند الطفل او عند الانسان، فبالتالي النشاط والحركه بيعمل يعني الطفل بيجوع، النشاط والحركه بيؤدي ان الطفل دوت بيجوع. فبتبقى المشكله الاساسيه اللي عند كل اولياء الامور او كل الاهالي ان ابني مش بياكل او اكلته ضعيفه. هزود النشاط، هزود الحركه، تمام. هيزيد معايا الاكل وهينتظم في الاكل بتاعه وفي الغذاء بتاعه. لان في فعلا اولياء امور كتير قوي بتقول مثلا ان انا ابني نحيف، ابني مش هيقدر يلعب، ابني مش جسمه مش قوي ان هو يقدر يلعب رياضه. لا بلاش عشان هو نحيف.
فاحنا كده نقول لهم ان الرياضه بتزود الوزن بتزود اللياقه والمرونه والنشاط بتاع الطفل، وممكن مع نظام غذائي ممكن تزود وزنه بحيث ان الطفل اللي هو ما عندوش شهيه للاكل بيجوع، فهيبقى عنده شهيه للاكل. يعني معنى كده ان الرياضه ممكن ترفع الشهيه بتاعت الطفل. الرياضه بتفتح شهيه الطفل وبتزود وزنه بس بالمعقول. يعني بيبقى مع المدرب بتاعه لازم نظام اكل معاه مع الرياضه لو انت عايز تفتحي شهيته. تمام. فرق ان انا الطفل عايز يمارس رياضه عشان خاطر يزيد لياقته البدنيه، وطفل نحيف بيبقى ليه نظام غذائي تاني معين برضو مع المدرب بتاعه. طب يا حضرتك الطرق دلوقتي بالنسبه للاطفال، طبعا يعني الطفل في الحركه بتاعته في حياته اليوميه اللي هي العمليه ما بيبقاش عنده الحرص اللي هو كامل زي اي شخص كبير يعني. فانت حضرتك تنصحي بايه الاطفال اللي هي بالنسبه للحركه بتاعته بالنسبه لحياته اللي هي اليوميه، ايه طرق الحرص بالنسبه له؟ الطفل القدوه بتاعته الاب والام. لو الاب والام عمل روتين يومي للرياضه الطفل هيعمل زي، هيبقى ده روتينه، الروتين ده حاجه اساسيه عنده اللي الرياضه، فبالتالي هيمارس الرياضه. الطفل اوجهه للعبه رياضيه معينه، ليه اوجهه للعبه رياضيه معينه ما سيبش الدنيا عايمه معاه ان هو العب رياضه. طب العب رياضه العب ايه؟ اشوف ميول الطفل ايه. في ميول الطفل ممكن تبقى ميوله فنيه، فمش هقول له روح العب لعبه قتاليه، هو ميوله اصلا فنيه. رسمه، طب هعمل رياضه ازاي وهو ميوله فنيه؟ ممكن باليه، ممكن بوجه الميول الفنية ديت أنا عايز أخليه يعمل حركة، هنزل أركب معايا عجلة. الأب أو الأم أو لازم يبقى فيه مشاركة، يعني أنا بوجهه لازم يبقى هو شخص اجتماعي، الطفل لازم أنزله شخص اجتماعي، فيكون يركب معايا عجل، ينزل معايا أماكن يعني زي الحدائق، يشوف اللوحات الفنية الحقيقية، وبالتالي هيبقى انا بمارس رياضه لما انزل اركب مع عجل، انزل اجري في مكان مفتوح وبخليه يرسم يلون الحاجه اللي هو حاببها. يبقى انا بشوف اول حاجه ميوله الطفل ايه، وبيبقى اقدر حاجه بيها الاب والام. لان احنا في الصيام دلوقتي، وطبعا قبل الفطار بنبقى منهكين وبعد الفطار برضو بنبقى منهكين، فلو عايزين ان احنا نلعب رياضه قبل الفطار واحنا صايمين، هل ده مثلا هيضر بصحتنا او هيتعبنا في الصيام، ولا ممكن عادي ان احنا نلعب رياضه واحنا صايمين؟ هتكلم على رايين او جزئين في منطقه ان احنا نلعب رياضه واحنا صايمين. في راي بيقول ان احنا ممكن اساسي جسم الانسان بيحرق السكر في الطبيعي، بيحرق السكر مش الدهون عشان يحوله لطاقه. طيب وانا صايمه ببقى ما فيش اصلا نسبه الانسولين عندي بتبقى قليله، فبالتالي العضلات بتحرق الدهون، وانا عشان انا صايم الانسولين قليل السكر قليل فبيحرق الدهون، فبالتالي انا عايز العب رياضه وانا صايم عشان اخس ولا كلياقه بدنيه لطفل. في فرق بين هنا وهنا. لو كاخس ينفع ان انا اخس لان بتحول اللي بحرق الدهون الدهون المختزنه في الجسم وبيحولها لطاقه. طيب امتى العب الرياضه بالظبط؟ في ناس شغاله طول النهار رياضه، طب انا بفقد السوائل اللي في جسمي مش هقدر امارس، انا فقدت السوائل مش هقدر امارس خلاص انا هتعب، ممكن لا قدر الله يحصل جلطات. يبقى امتى هلعب؟ على الاقل قبل الفطار بربع ساعه، واكون هي مده الربع ساعه اللي قبل الفطار. ليه؟ عشان انا لو فقدت السوائل اللي في جسمي، لان ببقى صايم تقريبا 16 ساعه بالظبط، هفقد كميه السوائل اللي في جسمي، بالتالي هعوضها ساعه الفطار بالسوائل اللازمه، فمش هيحصل تعب. طيب بس هيكون الجسم تعود ان بيحرق الدهون المختزنه. طيب. فكده انا بخس. لكن كطفل هيلعب رياضه قبل الفطار، هو يعني لو هو نحيف هو مفيش اصلا دهون يحرقها. بالظبط. خلينا ناخد حضرتك في حته ثانيه كده. ازاي افصل الطفل دلوقتي، احول الطاقه بتاعته بدل ما تبقى على الاجهزه اللي هي الالكترونيه؟ طيب. اقدر ازاي اسحبه في حته اللياقه شويه؟ ضررها بيبقى ايه على الجسم عموما بالنسبه للطفل؟ الالكترونيات، الاجهزه الالكترونيه هو بيزيد تركيزه في الموبايل، التلفزيون، هو بيزيد تركيزه على دوت، فبالتالي بيزيد نسبة يعني الغباء. ليه؟ لأن أنا ما فيش عندي تشغيل عقل، ما فيش خمول كمان، أو بيعمل هو مستلقي مش أكتر، ما بينتجش،
ما بيعملش اي حاجه، ما فيش اي تفكير، ما فيش اي تفكير، انا ما بشغلش عقلي خالص، ما بشغلش عقلي زيت. طيب انا ليه اعمل دوت في ابني او في بنتي؟ انا ممكن يبقى ليه وقت معين، الالكترونيات، النت عموما، اي شيء ليه وقت معين، لازم احدد هدف للطفل، وده بيبقى مساعده ام واب ومدرب. إيه لو الطفل بيلعب لعبه معينه المدرب بيعلمه يعني ايه مشاركه، يعني بيبقى مسؤول عن تربيه ابنك معاك مدرب. يبقى انا لازم اوجه لكل ابن او كل ام، اوجه ان احنا لازم يبقى في لعبه معينه، اشارك ابني في لعبه معينه. ليه؟ عشان يكون اجتماعي. لكن هو بيلعب على لعبه الكترونيه هيبقى مفيش هيبقى انطوائي، مش اجتماعي، مش هيعرف يتعامل مع البيئه المحيطه بيه، مش هيقدر يتعامل، ولا هينزل، ولا بقى فيه كميه ولا لياقه بدنيه ولا نشاط ولا حيويه، فبالتالي هيقل اكله، هيبقى فيه خمول دائم عنده، مفيش حركه. طيب لكن لما هلعب لعبه جماعيه او هنزل اتمرن في نادي مع مدرب، المدرب بيخلي عنده روح المشاركه مع مجموعه مع فريق، بيبقى عنده هدف، بيحس ان هو ليه دور في المجتمع، وهو ليه دور. انا ايه دوري في الفريق؟ الدور بتاعي مثلا انا عايز العب عشان اكسب اخد ميداليه، يبقى انا عندي هدف محدد انا ببقى عامل ليه، ان انا عندي هدف ان انا اخد ميداليه، عندي هدف ان انا اكسب بطوله، فبالتالي بيديله روح المشاركه والاجتماعيه. طيب دلوقتي لو انا مثلا مش عارفه ابني ميوله ايه، انا مش عارفه هو لسه صغير وانا ما كونش لسه الميول بتاعته، فانا مش عارفه اذا كان هو مثلا ميوله ممكن تكون كاراتيه، سباحه، هل مثلا ممكن ادخل له في كذا رياضه واجرب ايه بالظبط اللي هو هيمشي فيه او هيحبه؟ يعني ده ممكن تحس اجرب ان احنا نوجهه في حاجه يعني معينة. ممكن اوجهه في كذا جهه لحد ما هو يختار بنفسه او يقرر، ده ينفع؟ هو اصلا الطفل ممكن تخليه يمارس الرياضه من 3 سنين. من 3 سنين بيبقى علشان خاطر زياده النمو بتاع الطفل، وروح مشاركه، روح فريق، وبرضو زيادة الليونة واللياقة بتاعت الطفل. من 3 سنين، ممكن من 3 سنين ل5 سنين انت بتشغليه في جري، في رياضة، بس مش كل الرياضات ينفع من 3 سنين. وبتعرفي ميوله، انت بتعرفي ميوله ممكن من المدرسة، ممكن انت طريقته في البيت معاكي، طريقته في البيت بتحدد لك ميوله ايه. ميوله بيسمع اغاني كتير، بيحب الرسم، بيحب، انت ميوله ده انت بتحديها في البيت وبتبقى سهلة جدا. ما توجهوش لاي رياضه وهو مش بيحبها. تاني زي ما بقول لك، طفل بيحب الرسم ما ينفعش احطه في كاراتيه او لعبه قتاليه. تصرفاته كمان هي نفسها بتوضح في البيت، بيبقى فيه طفل عنده نفسها حركه كتيره جدا في البيت. الطفل اللي عنده حركه كتيره جدا في البيت، لا انا لازم اخليه يبقى فيه اللعب ازيد شويه، جري، العاب قوه، فنعرف نوجه الطفل بمعاملته في البيت. طبعا الوقت بيروح مع حضرتك على طول، انا سعيده جدا، الوقت بيجري بسرعه، بس طبعا هيكون في استضافات تانية كتير واكيد في لقاءات ما بيننا كتير طبعا جدا، لان في اسئله كتير قوي عايزين نسالها لك طبعا. ان شاء الله ويكون في ان شاء الله لقاءات كتيره بيننا اكيد طبعا. واهم حاجه بس قبل ما نختم الحلقه، احب بس كل ام واب يشاركوا اولادهم في الرياضه عشان تبقى حاجه صح. لازم اشارك، لازم اكون قدوه مع الابن، لازم انا انزل العب معاه واجري معاه واجرب معاه، وهو هيحب الرياضة وهتنتشر بسرعة جدا. أكيد طبعا، أكيد بإذن الله. أنا بشكر حضراتكم جدا، وفي انتظاركم إن شاء الله الخميس القادم في 6 على 6، ودايما في الأفضل إن شاء الله.